اقل من 15,000، يعني كانه بجبنه ولا لبنه ولا كانه مسبحه ولا فول. يعني حسب ما انت عم تفطري مثلا، بدك تجيبي جبنه بدك تجيبي لبنه بكلف يعني شيء 50، بدك تحطي بيض يعني، اما بدك تاكلي مثلا زعتر او من البيت حواضر يعني زعتر زيتون مقدوس يعني بكلف، ايه بكلفك شيء 25,000 يعني، ممكن يكلف اذا بدهم على يعني يا دوبك على قد 25,000 اذا كفاك يعني بدون مبالغه. بدك 25,000 30,000-40,000 يعني حسب الجبنه، الجبنه غاليه مثلا، اللبنه غاليه، كل شيء غالي مثلا. يعني تجيبي فلافل، تجيبي مثلا مسبحه عشرات، كلفك عليك يعني مو اقل من 25,000. هاي وجبه بسيطه يعني للدراويش، مو للمستوى العالي او متوسط يعني. اذا بتجيبي مثلا شويه فلافل مع اربع بيضات مع شويه لبنه تحطي لي 25,000. طبعا يعني بده الواحد فطور وغدا وعشاء، يعني يوميا بحط له شيء 100,000 ليره. اذا بدي قرنن مضبوط 17، يعني اذا بدي قرنن 25,000. لا اطفال بدها تاكل ما بتحسني تستغني يعني، والا الواحد بيختصر يعني، هالغلا ما عاد خلاكي كل شيء يعني بنفسك تجيبيه. يعني هلا الجبنه اكيد مو كل يوم والبيض مو كل يوم، بس اللبنه اجباري يعني، لبنه الولد بيرغب ياكل لبنه كل يوم. ما في قدر واحد يشتري مثلا جبنه مثلا، هذا كل الشغلات يا دوب نجيب فلافل، يا دوب نجيب شويه حمص يا فول، يعني ما في قدر. سندويش لسه اغلى، احنا نجيب فرط إذا بدنا نجيب فلافل ومسبحة، مشان إحنا 5-6 يا الله يكفينا 15,000. ترى في شغلات ما فينا نجيبه، في شغلات هلا في ناس بحضر إذا لاقين بيجيبوا عسل بجيبوا عسل، هالشغلات هاد نستغني عنها. أي والله في شغلات كتير، يروح واحد سأل جبنة زيتون، مرات نجيب مثلا فول فلافل، هالشغلات هيك أكيد هيك يعني. نشوف ياكلوا وجبة واحدة ويستغنوا، يا يعني الفطور مثل ما بقولوا العوام يعني كسر السفرة، يعني كسر سفرة المعدة. يعني لازم يفطروا منعم الزيتون، يا زيتون منعم الجبنة أو زيت وزعتر. ليش أنا اليوم جبنة مثلا، تاني نهار ممكن يكون في لبنة، مو شرط يعني إنه يجيبه بنفس النهار، يعني مادة تنتين يكفي. دام ما تاكلي جبنة ولبنة وزيتون ومقدوس وتوابعهم، صنف اثنين يكفي. عشرات كتير يعني، يعني هلا صار فطورنا اكثر شيء مثلا بالايام يا زيتون ومقدوس يا فلافل يا زيتون. يعني اما مثل حكايتنا كموظف او كمشتغل على بصره، ما في مثلا يجيب جبنه او لبنه او شوكولا او هيك شغلات اولاده.